معاكم مهندس عمر الطحان، ترينر في شركة عرب سيكيورتي جروب. في الفيديو ده هنتكلم على خاصية موجودة في بعض كاميرات الايمو، وهي خاصية الاكتيف ديتيرنس. الخاصية دي مهمة جدا لانها بتسمح لي بان انا وانا مش موجود في المكان اللي الكاميرا فيه فعليا اقدر اراقب ايه اللي بيحصل عندها بالظبط في حالة دخول حد مش مصرح بيه لمجال رؤية الكاميرا. زي ما احنا هنشوف دلوقتي، في حالة ان الانترودر او الدخيل عدى على المكان اللي الكاميرا بتراقبه، الكاميرا هتدي فلاش لايت وهتدي سرينة بصوت عالي جدا يوصل لحد 110 ديسيبل، وفي نفس الوقت هتبعت لي نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعي علشان خاطر اقدر افتح واشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي، واقدر اتواصل كمان مع الانترودر بالاضافة للضوء والصوت العاليين اللي اتعملوا، وده هيدي انذار سواء للسيكوريتي او للجيران عشان يبقى في نوع من انواع التدخل في نفس الوقت. ولمزيد من الفيديوهات اعمل لايك وشير على قناة عرب سيكوريتي ASG.